bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear. إن شاء الله الآن طالع من الفندق عشان أروح للشحن أسلم الدباب لنشحنه. ومعاي التاكسي ومعاي يوسف هناك في التاكسي, معاي اغراض عشان نشحنها برضو مع الاشياء بسيطة يعني. خلينا نشوف الجلافز هنا. رايح اروح ورا التاكسي, اعطيته اللوكيشن وعشان اتبعه ما انشغل مع التلفون والجي بي اس, فهو حيكون قدامي. اوكي فيصل, سي يو ذن. هذا اسمه فيصل, شغال في الفندق, اعرفه من المره الاول لما سكنت. اوكي يلا يا شبيبه, هذا يوسف ورافائيل, رافائيل سواق التاكسي ذا اوبر ذا, تعرفت عليه والان جايني كذا, اخذت رقمه الخاص بسم الله. شوف المظليين نازلين من فوق من جبل التيبل ماونتن, اعتقد جبل الطاولة يسموه. معاكم السيدة لين اللي راح ارسل الدباب مع شركتهم هنا, وحابه تقول شيء. Would you like to say something? Yes, we will gladly assist you with shipping your motorcycle or your motor vehicle from South Africa all the way back to Jeddah or to Saudi. Wherever you're going in the world, we can help you send your vehicle back. Thank you. Thank you for helping me. Okay. احنا في المينا الان, ان شاء الله بروح نروح للورا كذا عشان ايش, في اجراءات يعملوها, اوراق وقع عليها, قد وقعت على بعض الاوراق, وبعد كذا ان شاء الله نحمل الدراجة على طول, ندخلها في الكونتينر. يوسف معايا. Security saying you're not going to go with him. No? You see there's a little gate just behind this small building here. You go through this gate over here. Okay. I'm going to explain to you how to get. So you're going to ride straight down. You'll see a whole bunch of containers. Okay. Right to the end. Go right to the end. You'll see there's a lot of trucks that come in. Right at the end. Okay. Go straight down. So I go there alone. He's not going. Meet you there, so he's riding around, he's gonna meet you that side. Okay. Okay. We'll also meet you that side. Okay. Okay. We'll see you with your bike and your reflective jacket. I just need him to sign. All right. Okay. بس يبغى تصير معاه يوسف. انا راح اروح من مكان معين عشان نشيل نحمل الدباب, اما السيارة راح يوقف, يقول لي راح يوقف في مكان هنا, يقول لي في بوابة تدخل معاها انت وهو لا ما يقدر يدخل عشان الى الكونتينرات هناك. طبعا انا اخذ كونتينر الحالي احط فيها الدباب والدراجة و شنطتين اللي اغراض الدباب وحاجات بسيطة كذا بس.
الشحن كلفني $2,500 هنا، وهناك تقريبا ادفع الى 3,000 تقريبا، بالاضافه الى 3,000 تامين تسترد. ما ادري تامين ليش، كونتينر ولا تامين، يعني ال $2,500 تجي له تقريبا 9,800 ريال سعودي، اضف عليها ثلاثة تقريبا، ماني متاكد. ف يعني مكلف حقيقه الشحن مكلف. يقول لي انت تروح مع بوابه كذا صغيره، خليني اشوف كذا. يعني الواحد بعد كذا بدات افكر اخذ لي بسكليت سيكل دراجه هوائيه بصراحه، تحطها معاك في الطياره وتمشي. عاد الله يعينك على التعب يا حسين، بس هي رياضه وهذا، وصراحه ما هي مكلفه حتى، لا بنزين ولا مش عارف ايه ولا، يعني من زمان هي جات في الدماغ، وشكلي يوم من الايام راح من فين. يقول لي تدخل انت من هنا وهو من هنا في بوابة كذا، ادخل معاها انا وهو ينتظر، بس راح يوريني هذا كيف من هنا الظاهر. يا شاب هلو، This one. بسم الله. Okay. Huh? Okay. Can you please pull to the back? Alhamdulillah. I need to, I have some luggage there. No, these things I will keep with me. All of us? No, not this. This I will leave here. Right. I'm so we use the touring. What? We use the touring. Yes. Africa. How was it? But with the bike, not with the motor. Bicycle. Oh, the bicycle. Wow. So did you cycle? Yes, from Morocco to South Africa. How long did you take for that? 2 years. 3 years? Two. 2 years. Yeah. Now, what was your route? Yeah. ان شاء الله الان طالع المطار، طار كيب تاون باتجاه اديس ابابا، ومن اديس ابابا الى جده ان شاء الله. الاجواء اليوم جميله هنا في كيب تاون، يعني عشان بسافر. شوف كيف غيم ومطر على خفيف، بس مغيم من الصباح. الجو درجه الحراره 17 16 18. وهذا اخو يوسف، شوفك على خير ان شاء الله اخو يوسف. ان شاء الله تكون بخير. في شتاء يعني مطر بالهدره ديال المغرب، يعني مطر. الشتاء بالعربي، الشتاء بالعربيه، الشتاء شتاء ولا السحاب؟ السحاب 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 في المناطق الصحراويه يقول السحاب، يعني الشتاء.
الشتاء. ايه نايس. انا مع صاحب الاوبر تاكسي. This nice guy. Yeah, I like that. What does that mean? شاب شاب. شاب شاب. Yeah. Means تمام يعني. شوف البحر كيف. الله. His chair is thin. It was gonna be easy if you just put it in the thin I have one at home. Yeah. Yeah. You stick it here. جالسين نستنى السيارة النظافة. No, I am speaking in my language. Who is the Muslim? Arabic. Oh, Arabic. It's difficult. Yeah. You only know the writing. You can't even read anything. You don't know. يقول لي أي لغة تتكلم. English is cheaper. You see English. This, that. Yours, you can't even see those. Yeah, everybody sees that their language is the easiest, huh? Serious? I think so, because if it is your mother's tongue, yeah, then it is the easiest language on the planet. You know? Yeah, I understand. No, but honestly, there are some languages easy. You can tell that the language is easy. Yeah, but you see. Ethiopian. Wow, that's nice. Okay. Have you been interviewed before by South African tourism in the past 6 months? No. هذه الطائرة الأثيوبية دوبها توصل متأخرة. باقي لها ساعة. سعيد للإقلاع الآن إن شاء الله من مطار كيب تاون في اتجاه أديس أبابا. الوقت هنا الساعة 3:15 عصرا، 4:15 بتوقيت السعودية.